منك. انت كنت وزن وتحولت الوزن تاني خالص. وانا احييك واسقف لك بصراحه. شكرا. برافو. حاولت، كان عندك اراده اكيد واشتغلت على نفسك كتير، بس انت كان وزنك في الاول. هقول لك انا بمنتهى الصراحه الموضوع ده وهقوله لك انت واول مره هتكلم. انا عندي تصالح جدا مع نفسي في كل الحاجات دي. انا لما كان وزني زاد قوي اتحطيت في قالب معين، القالب ده مش بتاعي خالص على مستوى الشغل، على مستوى التمثيل. وانا كنت متضايق جدا وكنت نفسيا مش متقبل ده خالص، لان كان شكل وشي كويس بس جسمي، فالناس بدات تتوه وانا كنت متفاهم ده كويس جدا، فكنت بضطر اقبل حاجات عشان التواجد، وما كانتش قماشه شغلي عريضه. مش حاسس ان دي امكانياتك، مش امكانياتك خالص. اكتر من أيوة كده. ايوه بمنتهى الامانه. والناس كان عندها حق على فكره، المخرجين كلها كان عندها حق، ولكن خدت القرار ان انا لازم اخس اي مكان، مش بس برضو عشان الشغل، لا هرجع اقول لك عشان صحتي زي ما انت قلتي، لان انا بدات كانت رجلي وجعتني وظهري وجعني لان كان وزني زاد، فبدات لا كان لازم اخد القرار ان انا اخس. وبعد ما خسيت الحمد لله ربنا كرمني وبرضو ما فيش حاجه. لا الحمد لله، اللهم لك الحمد. تعالى نطلع.